السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، قيادي بالعدالة والتنمية يبتز الدولة ويطالب إما بملكية برلمانية أو فاشية انقلابية أو ثورة بشتى أجنداتها. يبدو أن تداعيات صدمة نتائج الانتخابات الكارثية التي ضربت حزب العدالة والتنمية مؤخرا لا زالت ترخي بظلالها على حزب البيجيدي. في هذا الإطار خرج عبد العزيز أفتاتي القيادي المعروف وعضو الأمانة العامة والبرلماني السابق عن الحزب بتدوينة مثيرة للجدل. وقال أفتاتي في تدوينة له نشرها على حسابه فيسبوك أن هناك ثلاث مسارات لا رابع لهما بعد الانتخابات الأخيرة، وحددها أولا في إصلاح جدري متنام ينحته الشعب من أجل سيادة قراره بالتوجه رأسا صوب خيار الملكية البرلمانية وحسم الانتقال الديمقراطي. ثانيا يقول أفتاتي فاشية انقلابية نهج البنية العميقة والموازية المتحالفة مع الكمبرادورات والرأسمال الكبير الريعي الفاسد لبضع عائلات. ثالثا ثورة بشتى أجنداتها ومآلاتها واحتمالاتها في انتظار الذي يأتي ولا يأتي حسب ذات المتحدث. وقد كانت الأمانة العامة للحزب المستقلة قد أعلنت عن عقدها لدورة المجلس الوطني للبيجيدي في 18 من شتنبر الجاري لمناقشة هذه التداعيات التي يعرفها الحزب بعد السقوط الحر الذي شهده الإسلاميون في الانتخابات الأخيرة.